الحكومة تنازلت عن دورها ووضعت لبنان في عين العاصفة. اجتمع المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل، واستعرض آخر التطورات المتعلقة بالأحداث الخطيرة التي تدور في غزة وانعكاساتها على لبنان، كما استمع إلى عدد من التقارير الواردة في هذا الخصوص ووضع الأهالي في الجنوب في ظل الوضع الأمني المتدهور. وبعد التداول أصدر البيان التالي: يجدد حزب الكتائب التحذير من المغامرة بلبنان ومصيره وإدخاله حرباً لا علاقة له بها ولا قدرة له على تحمل أوزارها أو تبعاتها، ويعتبر أن كل العمليات التي تنطلق من أرض الجنوب على يد فصائل لبنانية وغير لبنانية تأتي من خارج سياق احترام سيادة البلد، بما يعيدنا بالذاكرة إلى مراحل لا نريدها أن تتكرر صوناً لأمن البلد وأهله الذين ينزحون بعشرات الألاف في عز أزمة خانقة. يعتبر حزب الكتائب أن تمنع الحكومة عن ضبط حدود لبنان والدفاع عن حصرية حق الدولة بقرار السلم والحرب وضمان الالتزام بالقرار 1701 تضع لبنان في عين العاصفة، ويرى أن المسؤولين يتعاطون مع الأحداث كما لو كانوا أمام كارثة طبيعية لا قدرة لهم على التحكم بها، فلا كلمة لهم في كل المجريات ولا قرارات تصدر عنهم سوى في إطار التحضير لتحمل نتائج الصراع، متخلين عن دورهم الطبيعي في السعي إلى منع جري لبنان نحو المجهول، فرسخوا بذلك خضوعهم التام إلى إرادة حزب الله وراعيه الإقليمي. يرفض حزب الكتائب التحركات الهمجية التي عكستها التظاهرات التي حصلت أمام بعض السفارات، لا سيما السفارة الأمريكية في عكر، ويرى أن الهدف من وراء هذا التحرك لم يكن التضامن مع الشعب الفلسطيني بقدر ما كان نشر الفوضى وأعمال الشغب في مناطق آمنة انتهت بإحراق أرزاق الناس. إن حزب الكتائب يحذر من تكرار هكذا أعمال ويهيب بالقوى الأمنية التشدد في منع كل من تسول له نفسه استباحة الناس الآمنين تحت أي ذريعة، حرصاً على منع قيام مواجهات مع الأهالي يمكن أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. يهنئ المكتب السياسي الكتائبي الطلاب الكتائبيين الفائزين في الانتخابات الطالبية الأخيرة، ويدعو كل طلاب لبنان إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للعب دورهم الوطني كما الأجيال التي سبقتهم، وهو واجب يحتمه واقع البلد الذي يحتاج إلى إرادتهم الصلبة ورغبتهم في بناء مستقبل يشبههم.